اهلا بيكم، حلقه جديده النهارده، فيديو جديد هنتكلم فيه عن ايه هم عيوب الابراج علشان نقدر نتعامل مع عيب كل برج من الابراج، نبقى او لو احنا معجبين بحد او في علاقه مع حد او لسه بنتعرف على حد وعرفنا برجه نعرف ايه هي المشاكل اللي هتقابلنا. فهنقول عيب او عيبين كده في كل برج. اوكي، اول حاجه يا جماعه، موضوع عيوب الابراج ده بتعمل زعل كتير جدا وبتضايق ناس كتير جدا مني، فانا مش عايزه حد يزعل مني. احنا زي ما نقول مميزات الابراج لازم نقول مميزات العيوب، واي حد في العالم كله هيبقى عنده اكيد مميزات وعنده عيوب. فبالتالي هنقعد نركز كده مع بعض ونحلل، وانتوا بقى قولوا لي انتوا ايه اكتر مثلا عيب بتشوفوه على برج كل برج من الابراج. طبعا يا جماعه انتوا عارفين عمر، فسوري على الازعاج، بس انتوا خلاص بقى بقيتوا عيله واحده واسره واحده معانا. طيب خلونا نبتدي بالترتيب. هنبتدي طبعا من اول برج الحمل وناخد ال 12 برج ايه ورا بعض. مش عايزين زعل، مش عايزين خناقات، عشان بتحصل خناقات كتير جدا وانا بتضايق وانا مش بعرف ارد يعني، فانا مش عايز حد يتخانق مع حد يا جماعه. اوكي طيب، خلونا اول برج هنبتدي بيه برج الحمل. اولا لو انتوا تعرفوا انا بعشق برج الحمل وبحبه جدا، ومن الابراج المقربه الى قلبي. ماي بيست فريند برج الحمل اسمى، وناس كتيره قوي فعلا بعزهم جدا برج الحمل، الا ان برج الحمل فيه شويه عيوب. اولا مندفع جدا برج الحمل، سهل استفزازه وسهل تعصيبه، وبيطلع فجاه الاكستريم بتاع العصبيه، بيبقى عصبي جدا جدا. فالحمل لما بيتهور يعني ممكن تتعور، فاحترس من تهور برج الحمل والاندفاعيه بتاعته، وان هو لما بيتعصب بيقول كلام يوجع، بيقول كلام يضايق، فتحس ان انت مش عارف انت عملت ايه، بس هو عمال يديك 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 يديك. هو ده برج الحمل. فبرج الحمل لما يكون متعصب كده تقوم مختفي من قدامه، سيبه يعني، سيبه هو هيقعد يقول كلام يزعل كتير جدا، لان انت لو اتناقشت معاه لحظه عصبيته هتخسره. فهو عصبي مندفع متهور اندفاعي، ده عشان هو شجاع ما بيخافش، هو جريء يعني، فبالتالي بيقتحم على طول، وفجاه تلاقي الدنيا عندك طاخ 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 يعني. ولازم تتقي شر الحمل وهو متعصب، لانه متعصب هيوجعك وهيقول لك كلام وحش وهيقول لك كلام يضايقك. تاني حاجه برضو عيب خطير جدا في برج الحمل، ان هو ملول قوي يعني، بيزهق بسرعه جدا يعني. الحمل ممكن تكون لسه بدأ تعمل مع حاجه فجاه تلاقيه زهق وخلاص متضايق ومش عايز يكمل يعني، فهو بيزهق بسرعه، بيزهق بسرعه جدا جدا وملول. عمر ملول قوي قوي يا جماعه. اوكي طيب، يعني مش من الابراج الصبوره، هو ما عندوش صبر، ما عندوش، عارفين يعني، لازم كلنا نقول للحمل كده اتك على الصبر. تدخل بعد كده على برج تاني برج، وانا من عشاق تاني برج، ده بحبه جدا جدا. لو انتوا بتتابعوني هتعرفوا ان هو من الابراج المحببه الى قلبي، او من الابراج القريبه جدا جدا مني، وهو عندنا برج الثور الترابي. طيب برج الثور الترابي عنده برضو شويه عيوب هقولها لكم دلوقتي، بغض النظر ان هو عنيد، لان احنا كل الفيديوهات اللي قبل كده قلنا ان برج الثور ده عنيد وعنده ما ينفعش ان انت تتنافس معاه، ومش هتقدر تتنافس معاه، ويعني لو حبيت تعند مع الثور اذا فانت هتخسر يعني، هتخسر. تاني حاجة مع برج الثور ان هو بيديك دايما فرص، يعني الثور عنده ميزة ان هو بيديك فرص، بس عنده مشكلة رهيبة ان هو وانس ان هو لف ظهره ما بيبصش وراه. الثور صعب جدا جدا يرجع لحاجة هو سابها، يعني هو لو اخد قرار ما بيرجعش في اي قرار هو اخده في حياته اطلاقا. يعني هقولك انا قررت، اعرف ان الموضوع بقى شبه مستحيل ان انت تخليه يرجع في كلامه، لان هو مش سهل يغير قراره. هو ما بياخدش قرار متسرع، بياخد قرار بعد تفكير عميق، بعد بيفضل فكر كتير جدا جدا. فبالتالي لما بياخد قرار بيبقى هيمنت القرار، او شيمنت القرار ده بيبقى قرار نابع عن تفكير كتير كتير، وان هو بيبقى قرر وخلاص انا ماشي في الطريق ده، مش هرجع يعني، مش هرجع. ما تحاولش يعني، هو لو خد قرار خلاص اعرف ان عليه العوض ومن العوض، ما بيرجعش. وده لان هو شيال شويه الثور، يعني ايه، ما بينساش بسهوله يعني، صعب تصالحه ومش بينسى بسهوله. ايه رايكم نعمل فيديو عن الابراج اللي صعب تتصالح، ان مصالحتها مش سهله؟ فالثور مش سهل تصالحه، وكمان ما بينساش بسهوله ابدا. طيب شيء يعني حمال، بيفتكر الحاجات الوحشه كتير يعني. كمان حاجه تانية وده عيب مش بحبه خالص في برج الثور، ان هو مش بيكسبرس الفيلينجز بتاعته، يعني مش بيبين مشاعره. يعني ممكن الثور يكون متغاظ جدا وغيران عليك وهيموت من غيره وما يبينش خالص، ولا كان في دماغه يتبارد يعني، بيحسسك ان هو بارد قوي، هو مش بارد ولا نيله، بس هو بيعرف يبين البرود. تاني حاجه كمان ان هو بيعرف ازاي يعني بيخبي مشاعره، يعني ممكن يكون بيحبك وبيموت فيك ومش بيقول كلام حلو كتير، يعني مش رومانتيكي في الكلمات، بس رومانسي جدا جدا
ويعني احتواء فوق الوصف بس افعال، فما تلاقيه مش بيقول لك كلام حلو كتير، ودي حاجه تضايق اي بارتنر لبرج الثور. ندخل بعد كده على برج الجوزاء الهوائي. بغض النظر برضو عن برج الجوزاء والازدواجيه اللي قلناها في فيديوهات كتير جدا، احنا قلنا ان برج الجوزاء من الابراج اللي عندهم شخصيتين او 10 شخصيات او 15 شخصيه، الا ان برج الجوزاء من اكتر الابراج اللي يعني مش بيعرفوا يلتزموا بمواعيد، يعني مواعيدهم ماشيه جدا، ولا في مواعيد في الشغل ولا في مواعيد في حياتهم العاطفيه، ما بيحبوش الكوميتمنت، يعني هم عندهم فير اوف كوميتمنت، بيكرهوا الارتباط، بيكرهوا ان هم يكونوا في علاقه مع حد، بيكرهوا عندهم فير ان هم يلتزموا، ما بيعرفوش يلتزموا باي حاجه، للاسف عندهم مشكله كبيره جدا جدا من في الالتزام. تاني حاجه كمان مش بحبها في برج الجوزاء، او بحس ان هي عيب من عيوب برج الجوزاء، يا جماعه انا بقول ان برج الجوزاء دمه خفيف ولطيف وشخصيه جذابه، بس مش موجود هنا، مش موجود هنا. بس في شويه عيوب. تاني حاجه بحبها برج مش بحبها برج الجوزاء ان هو ممكن يبص للي في ايد غيره، يعني عنده حته هو يعني مش هقول حقد او غيره، بس هو دايما يشوف يعني ايه يتفرج، يعني لما يشوف حاجه في ايد غيره عنده يعني ممكن يبص لها، انا مش هقول برده، مش قصدي ان هي حاجه مش كويسه، بس دايما يقول ده فلان ده عنده كذا انا عايزه ابقى، فدايما بيحط نفسه في كومبيتيشن او يبقى شايف ان انا عايزه ابقى زي ده، يعني ما تبصش لحد، ركز في حياتك انت الشخصيه، ما تقعدش تبص للناس، هو بيقعد يبص شويه للاشخاص اللي حواليه. تالت حاجه برضو دي موجوده زيه زي الحمل زي ابراج تانية هقولها، ان هو ملول جدا جدا، يعني بيزهق بسرعه قوي، فتحس ان هو على طول زهقان، على طول بيزهق من اي علاقه، على طول بيزهق من اي قصه حب، على طول بيزهق من خروجه، فتحس هو على طول زهقان، على طول ملان، على طول عنده مشكله مع الزهق، مش صبور خالص. الجوزاء ما عندوش اي نوع من انواع الصبر خالص، وبيكره الناس الروتينيين جدا على فكره، الجوزاء مش روتيني وبيكره الروتينيين. طب ندخل بعد كده على برج السرطان. برج السرطان من ابراج رومانسيه الجدعه الحبوبه، وبحبه جدا جدا، بس عنده مشكله واحده بس دي بتضايقني من برج السرطان، دراماتيك. دراماتيك يعني حساسين قوي، حساسين جدا، وممكن مشكله صغيره جدا يكبروها لحد ما تنفجر. فالسرطان سنسيتيف قوي، سنسيتيف يعني اوفر سنسيتيف. وهم كمان تاني مشكله فيهم ان هم لما بيتعصبوا عصبتهم بتبقى صعبه جدا جدا جدا، يعني السرطان والحمل الاثنين عصبيين، عصبيه قويه قوي، يعني عصبيه موجعه، يعني مع ان السرطان اهدى، يعني الحمل بيتعصب بسرعه، لا السرطان مش هيتعصب بسرعه، بس ساعه ما يتعصب ابتعد عنه لانه هيبقى مؤذي جدا. عصبيه السرطان قويه لان هو بيبقى بيستحمل، بس ساعه ما تبقى شك الدبوس كده طرخ تلاقيه بينفجر. كمان حاجه ان برج السرطان مش بيكسبرس الفيلينجز بتاعته، يعني ممكن تلاقيه مقموص وزعلان ومقهور وكل حاجه ومش قايل لك، يعني تقعد تقول له يعني طب انت مالك، يقول لك اعرف لوحدك بقى، ما انت لو كنت مهتم كنت عرفت، طب عملت ايه، ما يقولكش هو زعلان من ايه، وما يقولكش هو متضايق من ايه، وما مش اكسبرسيف زيه زي الثور على فكره. الثور كده يعني هو مش هيقول لك ان هو زعلان، ومش هيقول لك ان هو متضايق، هو هيكتم جواه وهيمشي، وتبقاش عارف هو مشي ليه ولا ايه اللي حصل ولا فيهم ايه يعني. فبيمشي كده لان هو شيال حمال، بيفضل يحمل جواه يحمل جواه يحمل جواه، وما بيقولش ايه اللي مزعله. يعني في ابراج لما بتتضايق او لما بتزعل على طول بتقول لك انا زعلانه منك او متضايقه منك، ابراج واضحه لا السرطان غامض، فبالتالي هيتعبك معاه، يعني هيلففك حوالين نفسه لان هو مش بيكسبرس. تالت عيب من عيوب برج السرطان ان هو يعني شويه حريص. انا بحس السرطان الراجل كمان حريص شويه، يعني ايه يعني مش لا حريص في التعبير عن في اقول لكم حريص ازاي، لا فككم من حته حريص دي عشان اقولها بعدين، عشان ما خلاص برج السرطان كده هيقطع علاقتهم بيا. ندخل بعد كده على برج الاسد. قولوا لي يا جماعه الكلام ده بتحسوه مظبوط ولا لا، قولوا لي اتفرجوا على مين فين انتوا برج ايه. تعالوا بقى نتكلم عن برج الاسد. برج الاسد من اكتر الحاجات اللي بتضايق الناس من برج الاسد هو حبه للسيطره. الاسد يعشق السيطره، يعني هو لما يبقى حد في حياته مش هديله سبيس، يعني انت مش من حقك تقرر اي حاجه من غير ما ترجع له، مش من حقك ان انت تخرج ولا تنزل، هتلاقيه عنده عشق للسيطره عليك لدرجه ان انت
ممكن يلغي شخصيتك يعني، بالعكس هو هيبقى حنين معاك وهيدعمك وكل حاجه، بس انت خلاص بقيتش صانع قرارك الاول، هو اللي هيبقى صانع قراره الاول. تاني حاجه ان الاسد دايما يعني هقول مش هقول اناني، بس هو بيحب نفسه قوي، فدي حاجه بتضايق الناس التانيين. مش يعني تلاقيك لما تيجي تكلم حد اسد هو ما بيدلكش فرصه يتكلم، هو بيتكلم عن نفسه كتير جدا، بيحب نفسه قوي لدرجه انه مبيبقاش شايف الناس الاخرين، او شايف الناس الاخرين دايما اقل منه. مش غرور، بس هو شايف ان هو حاجه عظيمه وحاجه كبيره، وبيعشق الاضواء قوي. يعني هو مش عايز حد ياخد منه السبوت، مش عايز ياخد حد ياخد منه اللقطه، مش عايز حد ياخد منه اللحظه. فبالتالي هو مجهد جدا لاي شخص هو بيتعامل معاه. والاسد صعب يعترف بغلطه، يعني الاسد من نوع اللي هو بيقعد يديبيت كتير جدا، وفي الاخر مش هيقولك ان انا حاسس ان انا غلطان، ولا هيعترف بغلطه اطلاقا. طيب ندخل بعد كده، قولوا لي يا جماعه الكلام ده بيتطبق معاكم ولا لا، قولوا لي اتفرجوا عليا فين وانتوا برج ايه. وثانك يو كل الناس اللي بتقول عليا ان اللون الاحمر حلو عليا، انا النهارده عامله زمالك ابيض كتير، من عشان كده نزلت البتاع ده، عشان بيقولوا لي انت اهلاويه، قلت لهم لا ولا الف لا، فقمت منزله الايه الطرحه عشان اللون الابيض يبقى هو اللون كده يعني اللي هو المسيطر يعني. ودي في حد بيقول ايه الميك اب يا جماعه، والله ده مش الميك اب بتاعي، ده مش الميك اب بتاعي، ده فلتر، بس مش عارفه ايه الفلتر الغريب ده، حط لي بني فوق كده وحط لي هنا ابيض، ولا ده الروج ان انا حطاه بس ابيض، في هو عامل لي فلتر غريب يعني. قولوا لي الفلتر ده حلو ولا لا، انا مش محتاجه فلتر اصلا على رايك يا سوسو. السوسو واحده اسمها سوسو النجدي كاتبه لي انت مش محتاجه فلتر، والله يا بنتي عندك حق. طيب يا جماعه بجد ممكن الناس اللي هنا عندي مش على الفيسبوك تكتبوا رشا مربي العربي، هتظهر لكم الصفحه البيج البابليك بتاعتي مكتوب فيها رشا مربي العربي بالانجلش، ادخلوا يلا اشتركوا فيها اوكي. وعلى اليوتيوب اكتبوا رشا مراد هتظهر لكم البيج. نرجع تاني للابراج، او بقى جينا عند الحب الشوق برج يا جماعه، برج العذراء. انا ممكن قاعده اعمل لكم مجلدات عن عيوب برجي، انا بيمنيش الحاجات دي. سلام ما تجيبيش الاكل دلوقتي يا سلام، ماشي هتجيب الاكل وانا بعمل لايف ازاي. طيب اقول لكم بقى، بصوا عشان تعرفوا ان انا متصالحه مع نفسي، ما بيهمنيش الكلام ده، مش كل برج قلت لكم عليه ثلاث عيوب لا، ده انا بقى العذراء هديكم عليه 10. بيرفكشنست يعني ما بيعجبوش اي حاجه خالص، انا عن نفسي متعبه لاي حد يتعامل معايا، عشان مهما الشخص اللي قدامي عمل حاجات كتيره جدا عشان يبسطني انا لسه مش ساتسفايد، عايزه حاجات اكتر. فهو ديماندنج، عنده متطلبات كتير جدا ومتعب للشخص اللي معاه، لان هو مهما الطرف اللي معاه عمل لا، هو دايما عينه بتلقط التفاصيل الكتيره قوي ودقيق الملاحظه، بياخد باله من الحاجات الصغيره جدا، فبالتالي دايما يقول لك ان في حاجه ناقصه، دايما بيشوف العيوب قبل المميزات. هتلاقيك عامل له حاجه كبيره جدا جدا، بيسيب كل حاجه كبيره ويمسك في حته حاجه ناقصه يقول لك نسيت تعمل كذا. لسانه مبرد، والله انا بحد في طوب وزلط، طوب وزلط ودبش، انا لغه التحاور بتاعتي دبش يا جماعه والزلط، والله العظيم صريح الى درجه الوقاحه. هو في برج تاني هقول لكم عليه دلوقتي، هو والقوس، الاثنين دول صراحه يعني متعبه مرهقه للي بيتعامل معاهم. تالت حاجه انتقاد بقى، انتقاد انتقاد انتقاد، يعني هو دايما بيشوف الحاجه الوحشه، يعني تلاقي يشوفك لابس مثلا حاجه مش لطيفه يقول لك ايه ده، على فكره لبسك مش حلو، ايه اللي انت لابسه ده. العذراء كمان ايه يا رشا، بص عيوب كتير 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 يعني. العذراء مندفع على فكره، العذراء يمكن اكتر برج ترابي مندفع، متهور شويه يعني ممكن يتعصب بعد كده يفهم، فتحس ان هو مع انه صبور جدا بس هو عصبي. العذراء برضو من الابراج اللي هقول عليها عصبيه متهوره مندفعه شويه. العذراء لازم يرد، يعني هو ما يعرفش يسكت، هو اخوه الميزان لازم يرده. يعني ايه؟ يعني مثلا هقول لكم على حاجه يا جماعه، امي هتفضحني، انا مامتي برج حوت، انا وحوت مش كومباتبل خالص مع مامتي، انا على طول انا وماما بنتخانق. المهم مامتي بابايا عقرب بقى، اوكي تعالى انا احكي لكم هي اسرار عائليه والله، بس بابا هيزعلي بس مش مشكله. انا مامتي لو جت قالت لي كلمه ما عجبتنيش مثلا، انا عندي اختي الصغيره، يعني عندي اختي ممكن او اخويا، هقول اخويا جدي، اخويا يقوم ايه معدي الموضوع ما يردش اوكي. انا لا لساني طول كده اهو لازم ارد، فتلاقيني انا وماما بنتنشن مع بعض، فاهمين ليه بقى؟ عشان انا لازم ارد، يعني ما بسكتش، يعني حد قال لي حاجه ما عجبتنيش بقوم رد على طول. فبابا يقعد يقول يا بنتي اهدي، لما تقول لك دي مامتك، لما تقول لك على حاجه ما عجبتكيش يعني على طول عدي بقى ومشي الدنيا، انا ما بمشيش الدنيا خالص. هتلاقي عذراء كده، انا ما بسكتش لازم ارد. فالعذراء عنده دايما حق الرد، هو والميزان على فكره، الميزان كده الميزان دايما بيرد يعني.
ايه تاني في عيوب برج العذراء يا رشا؟ كسول، كسول قوي العذراء. لا العذراء كسول بس هو منظم، منظم بس في شغله مش كسول، بس عاده في حياته تحس ان هو ايه خمول شويه وطيب جدا وكل حاجه. العذراء خجول جدا برضه، انا احسه عيب فيا هو، مع ان في ناس تانية ممكن تشوفه ميزه بس انا بشوفه عيب فيا عشان انا بتكسف جدا. يعني احيانا اضيع حقي بسبب ان انا اتكسف ان انا اخده. يعني مثلا ممكن حد مستلف مني فلوس والله العظيم، ويعني اشوفه كتير جدا عمال يصرف، طب ما تديني فلوسي. انا اروح اقول له مثلا انا عايزه فلوسي، او مثلا انا ايه ده انت كنت واخد مني فلوس وانا عايزه فلوسي. وان الشخص ده ممكن يجي يقول لي هاتي لي، يعني انا مثلا عايز كذا اللي عندك او حاجه، انا اجي اطلب حقي. ما بتكسف جدا، انا خجوله وبضيع حقي احيانا بسبب الخجل بتاعي. والكده بيتكسف برضو على فكره. تور كسوف او خجول جدا. كفايه بقى عيوب عن برج العذراء يا جماعه، بس في الاخر برج العذراء حلو والله العظيم حلو. طيب ندخل بعد كده على برج الميزان. اوكي ميزان بقى لسانه طول كده فعلا، يعني مع انه طيب وعادل وفير وكل حاجه، بس لازم يرد، ما بيسكتش عن حقه برده، بس بيرد ايه باستفزاز يعني، ومستفز شويه، يقعد يستفزك. الميزان مش صنع قرارات، يعني متردد جدا لدرجه ما بيحبش ياخد قرارات، فدايما يسيب الحاجات معلقه، يعني ما بيخلصش مواضيع، يسيب ما بيروحش المشكله، ممكن يسيب مشاكل معلقه لانه مش عارف ياخد قرارات فيها، فتحس ان هو مش صنع قرارات قوي. يعني كمان الميزان سطحي شويه، يعني بيهتم بالمظاهر اكتر من، مش عميق، يعني شخص مش عميق هو دايما بيهتم بيحكم على الامور بطريقه ماديه او بطريقه سطحيه. يعني دايما يهتم الست، راجل ميزان يحب الست الحلوه اللي شكلها حلو واللبسه حلو، ما بيدخلش جدا جوه اعماق الناس يعني. طيب بعد كده برج الميزان كمان مستفز بقى الست الميزان من نوع الستات القويه القادره، يعني الست الميزان ست قويه جدا، فدايما النوع اللي هتبقى مستفزه لجوزها لان دايما بترد ودايما بتاخد حقها وما بتسكتش، ويعني لسانها قوي يعني. بس انا بحب ميزان جدا يا جماعه على فكره، هما ناس جدعه وناس طيبه. اوكي عشان مش عايزين نخسر بعض النهارده. الميزان كمان من عيوبه ايه بقى؟ برضو البرفكشنست، ما بيعجبوش حاجه، دايما عنده كومنتس، دي واخدها يعني واخدينها من العذراء. الميزان لا بس هو حقاني بصراحه يعني. ندخل بقى بعد كده على برج العقرب الخطر. طيب انتوا عارفين طبعا ما هي صاحبتي هي برج العقرب. يعني العقرب بقى يا جماعه انتقامي انتقامي انتقامي، يعني عقرب ده لو حد عوره تعويره كده يقول لك انت هسيبه، لا ده انا هجيبه، يعني هجيبه هدفعه بدل التعويره دي هجيب رقبته. فاحذر من انتقام العقرب. بس العقرب مش هيجي يأذيك لوحده، لو انت قربت ناحيته او قربت ناحية حد بيحبه هيشيلك من عش الارض. ده رقم واحد. رقم اتنين، عقرب شكاك جدا، فدي حاجة متعبة للبارتنر بتاعه عشان هو على طول شاكك فيك، على طول بيراقبك، على طول حاسس ان كلامك كذب، وهو اصلا عنده حساسات وروحانياته عالية، فبالتالي طول ما انت عمال تتكلم هو عمال يشك بقى ويعمل حوارات وحاجات كده. وهو دراماتيك شوية، يعني هو حساس برضو بس مش زي السرطان ومش زي يعني، بس في حته دراما برضو العقرب، بس مش حساس قوي زي الحوت والسرطان، دول بقى مجانين حساسية. ايه رأيكم نعمل فيديو الابراج الاكثر حساسية والدراما؟ انا عجبني الفكرة دي. طيب العقرب كمان عصبي جدا، عصبيته وحشة. يعني لما يقلب بتبقى قلبته يعني صعبة. يعني قلبته بتبقى قلبة قوية، قلبة فيها عصبية، فيها يعني اجراسيفنس يعني. اقفلي الفحمة يا سلام. برضو من عيوب برج العقرب ان هو متسلط وغيور جدا، يعني لما بيحب زي دي مشتركه مع الاسد، يعني هما دول اكتر اتنين كده، يعني لما بيحب حد بيبقى خلاص بقى مسيطر عليه كده، اللي هو قافل عليه قوي قوي قوي، ان هو غيور وشكاك ومتسلط وعنده حب تملك غبي. يعني انا بحب الناس اللي عندها حب تملك بس مش لدرجه العقرب. والعقرب كمان ممكن يبقى سن حريص في الفلوس برضو، مش كريم قوي، يعني هو مش من الابراج الكريمه جدا، لا بيحسبها قوي في الفلوس برضو. وغير كده غيور، يعني ممكن يغير من حد كده، تحس ان في كومبيتيشن، هو دايما عنده يعني بيغير من الناس اللي بتنافسه، يعني عنده حته الغيره. بس في الاخر والله يا جماعه انا ابويا عقرب، انا اي لاف يو يا بابا. لا الناس دي طيبه والناس دي جدعه والناس دمهم خفيف جدا. عقرب على طول هيضحكوكوا، شخصيات قويه، شخصيات كده ليها كاريزماتيك جدا. اوكي طيب ندخل بعد كده على برج القوس. حبايبي الحلوين بحبكم يا غاليين. طيب برج القوس لسانه طول كده برضه،
اللي عليه حته لسان يا جماعه، القوس بقى صريح الى درجه الوقاحه زي زي اخوه العذراء، الاثنين لسانهم بيحدفوا لغه التحاور معاهم، دبش زلط طوب دبش زلط طوب كده. القوس طخ 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 بيديك برزق على طول، ما بيسكتش ما بيسكتش عن حقه. بصوا بقى كلمه متهور ايه بقى، اللي هو يعني بيتخطى حدوده في عصبيته في انتقامه. يعني ممكن لو حد عمل حاجه في برج القوس على طول لازم اخد حقي في نفس ذات اللحظه، زي الحمل. بس كمان الحمل ممكن يبقى عقلاني شويه عن القوس. القوس متهور لدرجه ان هو بقول لكم ممكن يتخطى الحدود بكتير جدا وما بيسكتش، ويعني ايه، بس هو هيهدى. يعني الحمل ايه شويه سوس عن القوس، القوس طخ 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 وقاعد ساكت. يعني القوس كمان الابراج بتتخانق كتير، يعني هم بيحبوا الخناق والمشاكل، هو والحمل، الحمل والقوس بيتخانقوا ما بيسكتوش. ابراج ناريه طالعين من عنصر النار. تالت حاجه زي اخوه برضو الجوزاء، ملول جدا زهوق جدا، بيكره النكد. بص هو مش هقول نكدي، بس هو بيكره النكد، فبالتالي هو ما بيحبش الدراما، ما بيستحملش، يعني مش صبور خالص زي اخوه الميزان. قصدي برضو الميزان ملول على فكره، زي الجوزاء ملول جدا، ما بيحبش المواعيد، ما بيحبش المواعيد ابدا. اياكوا والمواعيد مع برج القوس. طب نيجي بعد كده على برج الجدي. قولوا لي يا جماعه، ده انا شايفه ناس عماله ايه شمتنا في ناس، وفي فضايح بتحصل في الكومنتس. حبوا بعض يا اولاد، حبوا بعض يا اولاد، انا قلت لكم تتخانقوا مع بعض، قلت لكم حبوا بعض. طيب ندخل بعد كده على برج في حد بيقول انت عامله الطرحه كده دي، انا كده كيفي كده. بصوا يا جماعه، عشان انا كنت حاطاها من شويه كده، بعدين الناس عمالين يقولوا انت لابسه احمر وانت اهل مش اهلاويه، فقلت لهم خلاص والله اكتر لكم الابيض، فقمت عامله كده، فبقى الابيض اكتر، بعدين انا حرة. ماشي، طيب نكمل بقى برج الجدي. برج الجدي واقعي شوية، يعني يحسه مادي شوية، بيفكر في الشغل وفي المادة، يعني مش بخيل بس هو مادي قوي. يعني هو الجدي بيحب الفلوس، بيحب المادة، بيحب شغله قوي قوي قوي، فتحسه مش رومانسي، مش ما جامد كده، قاسي شوية جامد، مش عواطفه دي، مشاعره دي، مع انه لما بيحب بيبقى بجد بيبقى عاطفي جدا، بس مشاعره قاسيه شويه، هو قاسي وجامد شويه. ده رقم واحد. رقم اتنين ما بيتكلمش كتير، فتحس ان هو لوح تلج قاعد قدامك، برود كده، وما بيعبرش عن مشاعره بسهوله، فبالتالي تحس ان انت زهقان منه من كتر ما انت ممكن تقعد قدام الجدي عامل كده، هو يفضل قاعد قدامك عامل كده، وما تكلموش انتوا الاثنين، ما بيحبش الكلام كتير اصلا، فملول شويه، يعني تزهق وانت مع ان دمه خفيف جدا، بس مع الناس اللي هو يعرفها، بس مع الناس اللي معرفهاش كويس هو هادي شويه. انا يا جماعه بعد الفيديو ده تقريبا الناس هتقطع علاقتها بيا، مع العلم ان انا بحب برج الجدي، اخويا جدي، جوز اختي عمر جدي، مين تاني جدي، سلومي صاحبتي جدي، فانا عندي جدي كتير جدا، بس هو مش بيبين مشاعره بسهوله، فبالتالي بيبقى متعب مع البارتنر بتاعه. يعني ممكن يبقى بتغاظه ومتضايق ومش عارفه، بيبين لك ان هو مبسوط وبيعرف يتحكم في مشاعره بشكل متعب ومرهق نفسيا. تالت حاجه كمان من عيوب برج الجدي كمان، ان هو يعني في سنه انانيه شويه، يعني هو انا وبعد كده اي حاجه في الدنيا، فعنده حته الانانيه بتاعته بتبان. يعني من اكتر الابراج الانانيه لو هقولهم، يعني هقول يعني الجدي واحد منهم، عقرب برضو في سنه انانيه شويه، وحمل سنه بس الحمل اقلهم. يعني طيب ندخل بعد كده على برج الدلو. الدلو بقى بيج هارت يا جماعه، ده برج عموره حياتي، عمريكو، الحب الحب والشوق الشوق والناس الطيبه والجدع جدا جدا، الا ان برج الدلو عندهم حته سايكوباتيك شويه. يعني هم ممكن شويه اجتماعيين وبيحبوا الحياه ولطاف ولزاز وكل حاجه، وفجاه تلاقيهم كده تقوقعوا، وفجاه كده حبوا يختلوا بنفسهم وراحوا كده في وحده كده، وما تبقاش فاهمهم اللي هو انت بتعمل كده ليه، انت بتعمل كده ليه. يعني تاني حاجه، فتحس ان هو بيتقلب للنقيض بسرعه جدا، ملول 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 ملول. انا عمر ابني واحنا في وسط الخروجه، مامي انا زهقت انا عايزه اروح، بيزهق بسرعه غريبه، على طول زهقان. رنا اختي على طول زهقانه، بابا وماما يعملوا لها كل حاجه في حياتها وهي على طول زهقانه. تالت حاجه كمان في برج الدلو، بس والله يا جماعه طيبين وكرمه جدا، ان هم بيثقوا في الناس بسهوله، يعني بيدوا ثقتهم للناس بسهوله، بتحس الناس بتستغل طيبتهم. يعني هم مش هقول عليهم ان هم ضعفاء خالص، الدلو مش ضعيف اطلاقا، بس دايما الناس بيدوا ثقتهم وبيدوا طيبين ودايما شايفين الدنيا وردي، هم والحوت على فكره كده برضو، فدايما يعني الناس بتصدمهم، والحوت كده، الحوت بيعمل هاي اكسبكتيشن طخ 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 زيه زي الدلو.
كمان حاجة تانية في الدلو ان هو يعني الناس بتتهمه بالبرود لان هو بيتحكم بمشاعره بطريقة قوية جدا، ما بيبينش مشاعره. من الابراج اللي صعب ان انت تفهمه بيفكر ازاي، بيحس بايه، بيحس. الدلو يا جماعة مش ممكن يكون بيحبك جدا ما بيبينش، بيغير عليك جدا ما بيبينش، مش سهل يبين الداخليات بتاعته ولا يبين مشاعره، فعشان كده بيتهم بالبرود مع انه مش بارد خالص. كمان الدلو الابراج مش سهل يتقبل النصيحة، يعني دايما لما تيجي تنصح برج الدلو ولا هيسمعك، لان الدلو لازم تحاور عقله، لازم يحس ان انت بتفهم علشان يبدأ يسمع لك، لازم لانه ذكي جدا، فبالتالي الحوار معاه مش بالقلب خالص، الحوار معاه بالعقل صرف، لان انت لو استخدمت عقلك معاه هتنجح وتبقى كويس ولطيف لانه عقلاني جدا. استخدمت بقى وتقول له عشان خاطري وحياتي ولا هعمل لك اي حاجة، هو واحد بيستخدم مخه فقط. كمان برج الدلو صعب برج الدلو يا جماعه اقول لكم على حاجه، صوته عالي دايما، تحس انه دايما شخص صوته عالي جدا، وتلاقيه بيهزر بصوت عالي وبيضحك على طول بصوت عالي، هو بيحب الصوت العالي مع ان هو عنده فوبيا من الصوت العالي، لو يعني حد اتكلم جنبه بصوت عالي يموت، الموضوع ده بيتجننه جدا. تالت حاجه او اخر برج النهارده هو برج ال12 برج الحوت. من اكتر عيوب برج الحوت دراما 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 دراما، زي زومبا في المسلسل بتاع في بيتنا ربوط، انه دراما 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 فوراجر ازر. حساس حساس حساس، وبقى ادخر اصلا لسه متخانقه مع مامتي، فتعالوا اديكوا عيوبهم بقى. بعدين بقى بيعير شويه، الحوت لو عمل لك حاجه وهو بيحبك ويديك حاجات وكل حاجه، بعد كده يقول لك هو انا مش كنت عملت لك وعملت لك وعملت لك وسويت لك وناسي انت كنت ايه قبل ما قبلك، وانا اديتك ايه وعملت ايه. والله العظيم يا جماعه مامتي تعمل معايا كده، انا تعملي حاجه حلوه شكرا يا ماما بهزر مش عشان ما تتقنصش مني. فبيعاير شويه يعني، يقعد يقول لك فاكر لما عملت وفاكر لما سويت وحاجات كده، فدراماتيك دراماتيك 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 من حد من حد بكره الصبح. وشيال بقى ما بينساش الحوت بقى، يفضل يقول لك سنه 1940 فاكر لما ضايقتني وقلت لي كذا كذا كذا، سنه 1977 فاكر لما خبطتني خبطه كده قمت مخربشني خربوشه خربوشه طلعت نقطه دم، ينفع الكلام ده؟ خرابي ما بينساش، زيه زي السرطان برضو خد بالك. اخر حاجه برضو برج الحوت ان هو يعني مش واقعي كده، تحسه عايش في عالم من الاحلام والخيال، وعنده هاي اكسبكتيشنز جدا لدرجه انت لما ما عادش هاي اكسبكتيشن تحس ان هو متضايق وزعلان ومش مبسوط. بس كده شكرا، بحبكم، قولوا لي بقى انتم متفقين معايا ولا لا، قولوا لي ايه الحاجات اللي انتم معترضين عليها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتابعوني على السوشيال ميديا على الانستغرام وعلى الفيسبوك، وتتفرجوا عليا على اليوتيوب هسيب لكم فيديوز هنا حلوه، وفي اخر الفيديو هسيب لكم فيديوهات كويسه جدا تتفرجوا عليها. عايزاكم تكونوا عندي على السوشيال ميديا كلها. قولوا لي بقى ايه اكتر عيب بتشوفه في اكتر في نفسك، يعني اكتر عيب بتشوفه في نفسك. انا كراجل بشوف ان انا مش سهل مش سهله الارضاء، وعندي هاي اكسبكتيشنز وبنتقد كتير جدا، ولساني على طول شغال. شكرا، بحبكم قوي، باي باي، مع السلامه.